يشارك سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة في النسخة التاسعة من قمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاستثمار الملائكي 2024 التي سوف تنطلق في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري. وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير على التزام الوزارة بدعم المبادرات وحرصها على أن تكون حاضرة في كافة الفعاليات والأنشطة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال في المملكة بمختلف قطاعاتها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع الاستراتيجية. الاستراتيجيات الحكومية الطموحة لدعم وتنمية قطاع ريادة الاعمال الذي يعتبر من الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني